كأنه عادي لباقي الناس، بصيري معقد لما في اكتئاب وبطلع من عندك بأسان على الآخر. كل اللي عم تحكي طبيعي. كيف ماشي معك الكتابة؟ ماشي مش بطال. مش ماشي بالمرة أبدا. آسف على الإزعاج، إحنا جيرانكم جداد. تش ساعة؟ 12:30. شو اسمها؟ هاي بالأصل اسمها جوزفين. صباح الخير. طلع تمشي؟ لا رايح أجيب شغلة من السيارة. سيارتك هناك. تعرف إنه شكله كتير لطيف وخدوم؟ لا لطيف ولا عباله، زنخ وفصح وتيل دم. بدي إياك تدبر لي حدا يقتل لي حدا. كأنه كيف قلب جلال من إنسان تحتقره لصديقك المفضل؟ لسه فهمت. شو فهمت؟ فهمت إنك زيك زيي يعني، عايش عصام مرتك. بقدر أحط شي لونه بيج مع غسيل أبيض؟ كل شي ولا ينحرق الكباب. حالي بعرف كاش شيء لي يعني عم بخاف منك. مش جبان، جبان بخاف من موت. جبان هو اللي بخاف من الحياة.